استغلالا لمعلومات واردة لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحمام النبائل تفيد بوجود شبكة إجرامية وطنية منظمة مختصة بسرقة المركبات وإعادة تزوير أرقامها التسلسلية وكذا الملفات القاعدية تنشط عبر مختلف ولايات الوطن. تم تنشيط عنصر الاستعلام والتحري عن عناصر الشبكة والتي أفضت إلى توقيف 8 أشخاص وحجز 8 سيارات وشاحنتين مع العثور على ورشة مهيئة لتزوير المركبات أين سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.